اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أم. النهاردة المطبخ بتاعنا متنوع. مطبخ من المطابخ الغربية، مطبخ مشهور، المطبخ المكسيكي. بعض المطاعم هنا بتتفتح في مصر يقول لك مطبخ مكسيكي وأكل مكسيكي. عايزك قبل ما تفوتي أو تروحي على المطعم تعرفي إيه هي الأكلة اللي هتاكليها، يعني بتفاصيلها ايه. لما نيجي لتفاصيل الاكله هي اللي موجوده في مطبخنا، اذا كانت المكرونه واحد ولا اللحمه المفرومه واحد ولا الجبنه ولا الطماطم، كله من خير ارضنا. ولكن الفكر الطهوي والثقافه الطهويه وثقافه كل بلد هي اللي بتختلف وبتغير نوع الاكله او شكلها. تعالوا مع بعض النهارده نعمل التاكو المكسيكي. هخليكي تعمليه بالعيش البلدي بتاعنا او العيش الشامي، وخليكي تشتري كيس قد كده فيه 10 لقم من التورتيلا المكسيكي، غالي جدا. انا بعد ما جبته زعلت قوي على فكره، ولكن فكره انك تعمليه بالعيش الشامي هيبقى احلى بكتير من الخبز المكسيكي. تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي. التاكو المكسيكي اللي بتحشي لحمه مفرومه مع ذره صفراء مع بيض مع افوكادو زي ما انت عايز. هي الفكره كلها نعمل التاكو المكسيكي ازاي بحشوات مختلفه. معانا طبق مكرونه المفضل ليا، مكرونه. هنتغدى النهارده يا حبيبي، هنتعشى النهارده مكرونه بالجبنه الفيتا والطماطم. دي يعني انا بحب اعملها بمزاج، مكرونه بالطماطم والجبنه الفيتا، الجبنه اللي هي قليله الملح او ملح قليل. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، تعملها بينا، تعملها سباكيتي، تفاصيلها بسيطه وسهله. معانا الايس كريم النهارده المفاجاه، ولما نقول حقوق الطبع لدينا وبس مش من فراغ، الخبره الطهويه بتلعب دورها هنا. هنعمل الايس كريم بالجزر، اوعى وشك. جزر هنعمله ازاي؟ ايس كريم اكيد فيه تفاصيل، زيه زي المانجا، سهلت عليك الموضوع اهوت. بس المانجا طبعا مستويه على الشجره ونازله حاجه لطيفه وجميله. الجزر هنا هيتسلق، وبعد ما يتسلق يخش عمليه تبريد، يطلع معاكي بوريه لطيف وزي الفل تعمليه ايس كريم. هي دي الفكره، سهلت عليك الموضوع؟ حلو الكلام. تعالوا نشيل كل الحاجات دي بقى وتعالوا نعمل ايس كريم مع بعض. ايس كريم بالجزر ده الابتكار، دي حقوق الطبع لدينا وبس. ايس كريم بالجزر ما سمعناش عنه قبل كده. ايس كريم مانجا سمعنا عنه. ايس كريم خوخ سمعنا عنه. ايس كريم شوكولا سمعنا عنه، ولكن بالجزر هنعمله ازاي؟ جزر معانا مسلوق ومر مع عمليه التبريد الحلوه. معانا ده وده وقبل وبعد. طبيعي النظافه طالما بتشتغل في حلو. ومعانا كمان يا عم الشيف حليب مركز. وشوية جيلي ليمون أو جيلاتين ليمون، وده موجود في أي سوبر ماركت. تعالوا نعمله مع بعض سريعا. والكاسات اللي احنا هنقدمه فيها، عايزة تقدمي معاه صوص فراولة أهلا وسهلا، بس آيس كريم الجزر ما يتقدمش معاه صوص شوكولا، ممكن يتقدم معاه صوص فراولة أو فانيليا زي ما أنت عايزة. سريعا كده بسرعة أهو. أهم حاجة عندك الكريم شانتيه بطعم الفانيليا جاهز، ده دايما موجود في الديب فريزر. حلو. سريعا كاسات التقديم. حلو. والدوره اللي بشتغل فيه معانا كل مره كانك شغاله في المطبخ عندك. اه مش بكلفك حاجه، كل يوم بتاكلي ايس كريم بطعم مختلف. كل الفواكه اعتقد عملناها. هنعمل كمان ايس كريم القرع العسلي، هنعمل ايس كريم البطاطا الحلوه، عشان اوريك ان الايس كريم هو اساسه كريم شانتيه وحليب مركز. واعملي اللي انت عايزاه بعد كده. شغال يا عم ولا لا؟ حلو قوي. تمام. معلقه. ده الكريم شانتيه بتاعنا. الله، لما بلاقيه مجمد بتبسط. اهو حلو، ده الاساس. ناخد الجزر الجميل الحلو ده كده اهو زي ما هو اهو، شفتي ده اهو، ده جزر اهو اهو، جزر اتسلق واتحط في الديب فريزر اهو. على فكره ممكن تعملي سموز الجزر بالنعناع او سموز الجزر بالبرتقال اهو، ده جزر اهو اهو، حلو اهو. جزر مسلوق مش اختراع ولا حاجه، جزر اللي بتحطيه مع البسله في الاكله بتاعتنا، مش جايبين جزر مستورد ولا لا، جزر عادي عند الراجل بتاع الفاكهه او بتاع الخضار مش لاقي اللي ياخده. اه وده ايه يا عم الشيف؟ ودي كريم شانتيه. اه في قلب الايه؟ الكاب. اه
هنغرق الحارة ايس كريم. سؤال حلو يا استاذ رحاب والله. واضح انك انت عايزه تشتغلي شيفة. بتقول لي نسلق الجزر بسكر ولا لا؟ طبعا بيتسلق من غير سكر. ده طبعا حليب مركز. حلو قوي. وتعالوا مع بعض واحده واحده كده بالراحه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو الله ينزل يعوم جوه. واحده واحده. هو كل القصه انك هتشتري الهاند بلندر ده بثلاثه تعريفه من مصروف البيت، هيساعدك كتير. ممكن تعمليه بالخلاط، بس بالخلاط مش هيبقى عملي زي ده. ده انت شايفاه قدام عينيك وهو بينضرب. شفت طلع معايا ازاي؟ طبعا معانا الاخراج الجميل والاساتذه المصورين حبايبي. طلع الايس كريم. جزر؟ جزر. حقوق الطبع لدينا وبس، حقوق الطبع لدينا وبس. الله. هيخش الديب فريزر تاني شويه؟ ممكن يخش شويه عادي. ممكن تكتفي بالتبريد بتاع الجزر. جزر طالع من الديب فريزر مجمد. لفيتي بقى كل الماركات اللي في الدنيا اللي في العالم، لقيت حد بيبيع ايس كريم جزر؟ قولي لي كده على السوشيال ميديا لو في حد عمل الايس كريم جزر او عمل الجزر ايس كريم. بس خلاص. حلو قوي. شيل كل ده. عيني. حاضر والله. هختم دلوقتي حالا. حالا. وهجري كمان. ده الجزر بتاعنا زي الفل. تمام. شيل دي كده من هنا عشان عايزينك تاني. ما نستعجلش. حدش يستعجلك يا اختي. هنغرف كده الايس كريم مع بعض. بسم الله الرحمن. انت عايز تشوف الاكل في الشكل في الاخر زي المانجا يا غاله، زي المانجا. واللون الاورنج ده على فكره بيفتح الشهيه. جربيه كده وقولي رايك فيه بالله عليك. ممكن تحط عصره ليمون مع الجزر وهو بيتسلق، هيديك اللون الكهرمانه بتاعه. ربنا مبارك. شفت هو ده. تخليه الديب فريزر شويه عادي. تقدمي معاه بسكوته حلوه. ماشي. الف انا وشيفها كده. انا خلصت الكاسه الكبيره دي بتاعتي. يبقى جربنا الايه؟ الايس كريم بالجزر. في واحد من الحبايب يعني بيسالنا على السوشيال ميديا، شيف مغازي، الافكار الحلوه اللي بتعملها لنا دي والابتكارات وحقوق الطبع لدينا، انت بتجرب الحاجه دي في البيت قبل ما بتيجي على الشاشه وتعملها لنا؟ لا والله. هو رزق من ربنا. مطبخنا النهارده بساطه، سهوله، مرونه. قدرنا نخش مطابخ العالم ونجيب التاكو المكسيكي ساندوتش بتوبنج مختلف بحشوات مختلفة للأطفال الحلوين، وكده وفرت عليك إنك تروحي مطبخ مكسيكي أو مطعم مكسيكي تدفعي مبلغ وقدره. عملنا طبق مكرونة جامد جدا، ما تقوليش طلياني ولا مكسيكي. طبق المكرونة ده مصري بخفة دم مصرية، الطبق المفضل للشيف المغازي. جبنة قريش قطعناها مع طماطم طازة من عند الراجل بتاع الخضار مع شوية ريحان شوية زعتر، دخلناها الفرن تشوت مع بعضيها، ضفنا عليها المكرونة المسلوقة بألف أنا وشيف. عملنا ايس كريم الجزر اللطيف الجميل الحلو، والطعم مختلف مع تفاصيل صغيره ولكن طعم كبير وشكل جديد. رؤيه فن ابداع. بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.